السلام عليكم واهلا بكم مرة تانية في فيديو من فيديوهات القناة مع تطبيق باينانس. والنهاردة معانا كلمة جديدة من كلمات باينانس وكلمة اليوم. كل ده بيحمل في موضوع ويب 3 education. عاوز كلمة من 1 2 3 4 5 6 7 من 7 حروف. احنا عندنا كلمات، في كلمة ACADAMY، كلمة من الكلمات 7 حروف. تمام، وشكرا ليكم، واستنتظروا فيديو كامل برضو على القناة. تمام، في كل الكلمات، يعني فيديو شامل في كل الكلمات. شكرا، متنساش الدعم والاشتراك.